برحمة أمي. لا أنت عندك محل كوافير ما هيك؟ بتحس لو بتعمل سوشيال ميديا لهيدا البزنس تبعك بيمشي أكتر؟ ايه بتصور اكيد. كيف بتفضل يسألك انفورميشن عن برودكت؟ لما يكون الاد سبونسرد او بوستد او شيء هيك على السوشيال ميديا يعني. تعمل شيء انجيجمنت مع سوشيال ميديا على السوشيال ميديا مع براندز تحكيون؟ لا. وقت تشوف برودكت على السوشيال ميديا ما بتتحمس تروح تشتريه؟ كمان لا. اوكي. لا والله وحي برحمة امي لا. اي نوع دعايات اكثر شيء انه بيخلوك بيلفتوا لك نظرك؟ تيك توك. بتحس انه التراديشنال ميديا مثل تي في، راديو، ماجازين بعدهم افكتيف لهلا؟ اكيد بعدهم افكتيف. يعني انت بعدك وقت تشوف دعايه على التي في وهيك تتحمس تروح تشتري؟ على التي في لا، على السوشيال ميديا بتشتركي فيها اكثر لان سريعه اكثر لتوصل للناس. اي متى اخر مره اشتريت اونلاين؟ من شي شهر. اوكي، انت وقت تشوف دعايه وتتحمس تشتري اونلاين بتكون من ورا صوره او من ورا فيديو؟ شي صورة شي فيديو. بس شو أكتر؟ صورة.